عقدنا الاجتماع ديال لا كوميسيون دافستيسمون ناسيونال دافستيسمون في رئاسه رئيس الحكومه اليوم. هذه الثانيه في سنه 2018. هاد لي دو كوميسيون اللي كنحضر الاولى كانت في جانفي والثانيه اليوم وصلوا 25 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار اليوم، زائد هذيك ديال جانفي وصلنا ل 57 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار في سنة 2018. إلا قارناها مع السنة الفارطة كان 67 مليار في السنة الفارطة. إلا تذكرتوا هذيك السنة كان فيها 17 شهر، فيها 6 شهور ديال لا 5 شهور ديال السنة اللي قبل منها ديال 2016 اللي دازت 2017. إذا خلونا نشوفوا 2017 ككل، نقولوا كانت فيها 67 مليار. حنا الآن هاد السنة كنشوفوا أنه الاجتماع اللي غادي يكون المقبل قبل آخر السنة غادي نتجاوزوا السنة الفارطة فيما يخص الاستثمار. هاد السنة مهمة جدا لأن كيف كتعرفوا عبر العالم كاين مشاكل ديال الاستثمار، والحمد لله المغرب يعني وصل لنتائج إيجابية، وكنتمناو أنه هاد النتائج يستمروا في السنوات المقبلة.